بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، ليلتنا هي ليلة العشرين من رمضان، وغداً بإذن الله نستقبل العشر الأخيرة من شهر رمضان. إذن ذهب معظم الشهر وبقي أعظمه. نعم، بقي أعظمه بقية العشر الأواخر، فيها من الخيرات ما لا يحصيه محسن. ففيها ليلة القدر، والله جل وعلا أنزل سورة بكاملها عن فضلها، وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. فعليك أخي المسلم، أختي المسلمة، أن نجد وأن نجتهد فيما بقي من شهرنا وما بقي من عمرنا. كم من شخص مؤمل أن يعيد معنا ومات وقد يموت قبل أن يعيد مع الناس، وكم من مؤمل آمالاً طويلةً عريضة يموت قبل بلوغها. فعليك يا عبد الله أن تكون على أهبة الرحيل للدار الآخرة، فيقول جل جلاله وعظم ثناؤه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. علينا أيها الإخوة والأخوات أن نجتهد، فرب مدرك لرمضان هذا العام لن يدركه في العام القادم، وكم من مدرك أدركه في العام الماضي لم يدركه معنا في هذا العام. فعلينا أيها الإخوة أن نراقب ربنا في السر والعلن، وأن نخلص لله في أعمالنا، وأن نجد وأن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه العشر المباركة، ومن أفضلها التهجد. التهجد في هذه الليالي المباركة، وخصوصاً في الثلث الأخير من الليل، الذي يقول عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ وذلك حتى يطلع الفجر. الصلوات الخمس، من الذي ينادينا للصلاة؟ هو الله، هو المؤذن. المؤذن في كل الصلوات الخمس يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا لا؟ طيب، آخر الليل من الذي ينادينا للتهجد والصلاة والدعاء؟ فينزل ربنا: اسمعوا مرة أخرى، افتحوا قلوبكم، افتحوا آذانكم. يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول. من القائل؟ الله عز وجل. من فيقول؟ ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ولذا نكثر أيها الإخوة والأخوات من الاستغفار. فالله جل وعلا يقول: وبالأسحار هم إيش؟ هم يستغفرون. والمستغفرين بإيش؟ بالأسحار. الأسحار هي آخر الليل، ولذا نقول لهؤلاء الذين يأكلون بعد منتصف الليل ويتسحرون وينامون ممكن عن صلاة الفجر: إنكم قد أخطأتم الطريق، فاتقوا الله فيما تعملون. فالرسول عليه الصلاة والسلام سئل الصحب الكرام الذين يتسحرون مع المصطفى عليه الصلاة والسلام: كم بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاة الفجر؟ فماذا قال؟ قال: قدر 50 آية، يعني قدر ما يقرأ القارئ 50 آية. فهل هؤلاء الذين يتسحرون بعد منتصف الليل وينامون عن الثلث الأخير وربما ناموا عن صلاة الفجر؟ فأقول لهؤلاء: اتقوا الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. بركة السحور في وقت السحر. وكذلك نكثر من الاستغفار، كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
والاستغفار يمحو الذنوب والآثام بإذن الله جل وعلا. كذلك نجتهد في التهجد وفي قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان، ليس القيام والتهجد خاصاً برمضان، لكن في رمضان يتأكد، لأننا نلتمس في هذه الليالي المباركة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة واحدة من غروب شمسها إلى طلوع فجرها تزن أعمالها إذا قبلت منك أخي المسلم أختي المسلمة قدر 83 سنة وأربعة أشهر، أليست هذه نعمة؟ لكن المحروم من حرم والعياذ بالله خيرها. فعلينا يا إخواني أن نتعرض لنفحات الله وأن نجد وأن نجتهد. فالرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر ماذا يعمل؟ أي أحيا ليلة وأيقظ أهله، وكل كبير وصغير يطيق الصلاة، انتبهوا، يوقظ حتى الصغار ليتهجدوا في آخر الليل. انتبهوا للحديث، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر جد واجتهد وشد المئزر وأيقظ أهله، وكل كبير وصغير يطيق الصلاة، يطيق الصلاة، فمعناها أن نوقظ الأبناء والبنات لصلاة التهجد. فماذا نقول لمن لا يوقظ أولاده لصلاة الفجر؟ أقول بئس ما صنع هؤلاء والعياذ بالله. فعليك يا أخي المسلم أن توقظ الأبناء والبنات لأداء الصلوات في أوقاتها، وأن تعينهم على طاعة الله، وأن نجد ونجتهد بالأعمال الصالحة، بالتهجد، بكثرة الصدقات، سواء الزكاة وهذه واجبة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وكذلك صدقات التطوع. فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة، فماذا صنع؟ انتبهوا، انتبهنا يا بنات آدم. يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم: ورجل، والمرأة تدخل في هذه الحكم، ليس خاص بالرجل، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وش يدل هذا؟ ماذا يدل عليه أيها الإخوة؟ يدل على الإخلاص، أنه لا يريد مدح الناس ولا إطراء الناس، لأن بعض الناس ربما يتصدق ويعلن عن نفسه ويمتدح بما أخرج. لا، إن كنت تتصدق لأجل الله فربنا جل وعلا يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. فالله يعلم سرك ونجواك، الله يرى النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء، يرى جريان الدماء في العروق. فاتقوا الله أيها الإخوة، وجدوا واجتهدوا وانشطوا في آخر حياتكم وفي آخر رمضانكم وفي آخر صيامكم، وتذكروا، وختامه مسك، اختموا هذا الشهر بالأعمال الصالحة، بالتوبة النصوح، بالخلوص من مظالم البشر. من كان منا قد ظلم غيره فليتق الله، من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه، ثم قذفت عليه ثم قذف في النار. وله أعمال يا إخواني أمثال الجبال، أخذها الذين اغتبتهم والذين ظلمتهم والذين أسأت إليهم. ولذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. هذا الإفلاس يعرف في أكثر الناس، اللي ما عنده، ليس عنده قروش ولا فلوس ولا رأس مال، هذا يسمى مفلس. الرسول لا غير المفهوم، هذا قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال، يعني صلاة وصيام وصدقة واعتكاف
وأعمال صالحة لا تحصى ولا تعد، لكن وين ذهبت هذه الحسنات؟ قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال، ويأتي وقد سفك دم هذا، وأخذ مال هذا، وشتم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. افهموا جيدا، عنده أعمال أمثال الجبال وراح للنار. ليش؟ أخذها الخصوم. هل الذين تغتابونهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، أو تنتقدونهم أو تشمتون بهم أو تسخرون منهم؟ هؤلاء ليس كلكم، لا بل البعض منا. الغيبة أصبحت فاكهة زمان العصر في زماننا المعاصر. فعلينا أيها الأخوة في هذا الشهر المبارك أن نجد. ومن الأعمال الصالحة في العشر الاعتكاف، وهو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو التعبد لله والتخلص من مثلا من التجارة ومن الأعمال الدنيوية، والتفرغ في زاوية من زوايا المسجد لأجل أن تخلص قلبك من شوائب المشاغل التي ربما تشغلك عن طاعة الله. والأعمال الصالحة في العشر الأخيرة كثيرة جدا، لعلي أجتزئ بما ذكر. أسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الإسلام والمسلمين، وأصلح ولاة أمورنا أجمعين، واجعلهم هداة مهتدين، ووفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للصالحين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم وفقنا لرضاك، واجعل عملنا خالصا لوجهك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.